حياكم الله من جديد. أثار تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم إلى نشوء العديد من المتحورات المختلفة، لعل أخيرها المتحور المعروف باسم أوميكرون، والذي استدعى بعض الحكومات إلى تشديد الإجراءات والاتجاه نحو الإغلاق في بعضها. حول ذلك أتحدث أكثر مع ضيفي الذي يلتحق بي عبر الهاتف استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار بهبري. مساء الخير دكتور نزار. أسعد الله مساك. مساك يا رب. جميع المشاهدين الله يحييك دكتور. بالبداية خلينا نسمع منك بس، متحور كورونا تحديدا أوميكرون، ما هي الخصائص التي يحملها خلافا للمتحورات الأخرى؟ أول شيء هو إحنا كل متحور لازم يقول إنه متحور شيء طبيعي يحصل في أي فيروس، فكل بين فترة وفترة نسمع بالمتحور على أساس هذا المتحور هو اللي يبقيه عايش في الأرض. أوميكرون من أكبر الخصائص اللي فيه هو سرعة الانتشار، زي ما أنت شايف وشايف العالم كله بدأ في خلال مدة قصيرة يتفوق على دلتا، يعني عدد الحالات المصابة بأوميكرون في كثير من الدول تعدد عدد الحالات المصابة بالدلتا. نجي لأوميكرون يصير هو أسرع في الانتقال، دائما نقيم أي تحور هل هو أسرع في الانتقال يصير هذا أسرع. الشيء الثاني اللي نقيمه هل هو أخطر، هل يصيب الإنسان بأعراض أخطر تنقله إلى لا سمح الله العناية المركزة. اللي باين إنه لا، إلى الآن الأعراض حقته في كثير من الأحوال أخف من الدلتا، لكن ما زال عدد المصابين يعتبر كبير. طيب والثالث حاجة اللي نقيمها إيش هي؟ ثالث حاجة هي قدرة التطعيمات على مكافحة إنه يتكاثر جوا جسم الإنسان أو يصيبه بالمضاعفات. فلقوا إنه بحكم إنه كثير من الأشخاص حصلوا على التطعيم من أكثر من 6 أشهر، وفي دراسات توثق إن الأجسام المضادة تنزل، يصير جاء دور الجرعة التنشيطية ليكون مهم جدا إن نرفع الأجسام المضادة بشكل تقدر تقاوم أوميكرون. دكتور في تقارير كثيرة يعني تتحدث إنه اليوم متحور أوميكرون هو أقل خطورة من المتحورات الأخرى زي ما تفضلت مثل دلتا وجاما، إلى أي مدى هالكلام واقعي؟ هذا الكلام بناء على الآن الحالات المنتشرة في بريطانيا وفي جنوب أفريقيا، هذه أوائل التقارير تقول إنهم قل، ولكن لا ننسى إنه كمية الأشخاص، يعني في شيء جدا جدا مهم ورائع في التقارير الأولية اللي جات من بريطانيا. مثلا على سبيل المثال اليوم عندك فوق 120,000 إصابة في يوم واحد. عدد الحالات بحكم إنه بريطانيا وصلت إلى فوق 70% من الأشخاص حاصلين على تطعيمين، فوق 70%، بالإضافة إلى ملايين حصلوا على الجرعة التنشيطية. فكم نلاقي نسبة الأشخاص اللي كانت حالاتهم خطرة ودخلت العناية؟ 1200، فيعتبر النسبة 1.4. إحنا نفتكر الدلتا كانت تقريبا نسبة الخطورة إنه يدخل البني آدم العناية مركزة إذا ما كان مطعن تقريبا فوق 5.7 مقابل العدد الإجمالي للمصابين. نعم. فالآن إحنا النسبة حقت أوميكرون 1.4 في دولة زي بريطانيا، هذا هو اللي يخلي، شفت لما دائما الناس يصيروا يقولوا هو ليش الدول تقفل، ليش مثلا هولندا تقفل وبريطانيا ما تقفل، علشان الناس كلهم يهتموا بعدد المصابين الخطرين اللي ممكن لا سمح الله إنهم يدخلوا العناية المركزة أو يدخلوا المستشفيات، ساعتها يسووا شلل في القطاع الصحي. لكن لما تكون الأعداد حتى لو هي كبيرة وجالسة في بيتها خلاص كويس ما في مشكلة. طيب دكتور، هل انتشار المتحور اليوم علاقة بموسم الشتاء على سبيل المثال؟ نتكلم هنا عن سرعة الانتشار. أحسنت. هذا ما في أي شك، من يوم ما إحنا نعرف الدنيا ونحن نعرف إنه كل الفيروسات التنفسية تزداد بالبرودة، تزداد انتشارها وتكاثرها في البرودة، فالكل في العالم خايف من أوميكرون نظرا لأنه صارت فيه 3 أشياء موجودة في هذا الوقت اللي فيه أوميكرون. أولا سرعة انتشاره عالية أسرع من غيره. رقم 2 إحنا في موسم الشتاء اللي أصلا يتكاثر فيه الفيروسات. رقم 3
الناس اللي أخذوا التطعيمات أكثر من 6 شهور صار عددهم كبير، فبالتالي الأجسام المناعية ضعفت، فبالتالي جاء أهمية الجرعة التنشيطية. شوف كل شوية نرجع لمسألة أهمية الجرعة التنشيطية في مقاومة فصل الشتاء القادم وأوميكرون اللي موجود فيه. جميل. دكتور، من خبرتك يعني وقراءتك للمعطيات وفق حديثك واستدراك اللي ما ذكرت، هل تعتقد أننا مقبلون على فرض لمنع التجول لا قدر الله في المملكة؟ كله يعتمد على إيش؟ إحنا الآن أنت شايف سرعة العدد، سرعة العدد الانتشار، تتكلم من 20 100 200 300 صرنا قفزات في اليوم. صح؟ صح، قفزات. فيصير هذا اللي انت اهم حاجه عندك اللي دائما كمان احنا نطالع لها كل يوم، عدد الحالات الحرجه. هذا اللي يحدد دائما قد ايش عدد الاشخاص اللي بيحتاجوا الى تنويم في المستشفيات، هم هذول اللي يؤدوا الى انك تتخذ القرار الصعب بالاغلاق. طول ما انه ما زال قدرتك، تعرف يا جمال، ماذا اذا يفتكروا المشاهدين، كان في فتره في الكورونا كانوا الناس يقولوا يا اخي عدد الحالات في الرياض اكبر ويقفلوا جده، يعني يصير العزل الصرامه في العزل وفي الاغلاق في جده، لانه في فرق في عدد الحالات وعدد الاسر الموجوده في العنايه في جده مقارنه بالرياض. فهذا الناس اللي بيديروا الازمه يمشوا بالعلم وعلى حسب الإمكانيات. اللي دائما يؤدي ما قدامك حل من يوم ما لا سمح الله يخاف إنه يحصل شلل في القطاع الصحي، ما يكون قدامك حل غير إيش؟ الإغلاق. طيب بكل بساطة، سؤال الأخير دكتور، الفيروس يعني في أقوال متضادة اليوم، وتحديدا من يمكن المجاميع اللي ترفض فكرة اللقاح من الأساس، أو حتى يعني تتحدث عن نظرية المؤامرة. السؤال، هل لا زالت فاعلية اللقاحات اليوم لكورونا قادرة على التصدي لأي متحورات؟ بكل بساطة قدامك الواقع، قدام أي أحد، أي أحد يشكك ولا حقون نظرية المؤامرة قدامهم واقع بالملايين، بملايين البشر. أنت تتكلم على أزحم فترة يخرج فيها العالم الغربي للأسواق، تتكلم على دول ما زال كل الناس بتمارس نشاطها بمجرد فصولهم على التطعيم. يا جمال، أي أحد يتكلم على نظرية المؤامرة ولا فعالية التطعيم كأنه قاعد يغطي الشمس بغربال، شخص ما بيتكلم بأي نوع من العقلانية. فهمت كيف؟ هذا نظرية المؤامرة مسيطرة على مخه فقط. واضح. شكرا جزيلا لك الدكتور نزار بهبري، استشاري الأمراض المعدية، متحدثا عن المتحور أوميكرون وآثاره على العالم بشكل مجمل. بعد الفاصل لنعود، ابقى معنا.